أبناء المملكة الأشقاء، وين النوماس؟ وين غزلان؟ غزلان غزلان تتغزل مع مقدمة الشوط محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتقدم؟ المجازف، المجازف يجازف 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 مع البداية، مع الصدارة، مع أول الأشواط، مع أقوى الأشواط وعتاها. السلام السلام إلى الأشقاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مع المجازف، مع غزلان، محمد بن عتيق بن زيتون بن زيتون المهيري مقدم لنا غزلان مع مقدمة الشوط، ومع هذا الانتصار الكبير. مع المركز الأول لمن النوماسي والانتصار، شاهين هو القادم مع المركز الثاني. انطلق شاهين بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، تقدم مع آخر الأمتار وغير المجريات وانطلق بكل ما أوتي من قوة. شاهين شاهين يعبر بالنوماسي والانتصار إلى أبناء مملكة البحرين مع هذا الشوط الرئيسي بقيادة محمد بن عبد الله بن شريم. تهانينا تهانينا والنوماس لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز وحصول شاهين بالشوط الرئيسي المفتوح في هذا المساء. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصل ادهم لهجن الشحانيه، والمركز الثالث المركز الثالث من نصيب مشتاق لعاطب بن عطيه القرشي. شواك تحركت، شواشه شواشه ثالثا، ابناء المملكه يتقدمون بكل قوه على المركز الثالث، لكن زعفرانه يا اخواني زعفرانه، والعصا وين العصا؟ في الابطان في الابطان، بدون اي اوامر ولا تحركات من بن حلوس. بن حلوس تحرك تحرك، مالك زعفرانه سالم بن عبيد بن حلوس العامري، وين ما يسكن وين ما يسكن. سلام لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الوجن إلى الوجن إلى العين، سلام يا مالك زعفران، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أشواق بشعار هجن الشحانية، المركز الثالث المري يتحرك يتحرك ويتحركون أبناء المملكة العربية السعودية بشعار بن شريم بشعار بن شريم، ولكن مبلش مبلش الإنجازات مبلش الإنجازات مبلش الرموز. سلام يا البرادي سلام، سلام يا البرادي سلام، وإن سألتوني عن إنجازاتي مبلش في رصيد رمزين. سلام يا البرادي سلام، رمزين في الرصيد رمزين في الرصيد، مبلش مبلش مبلش. والسلام إلى أخواننا بدولة قطر الشقيقة بشعار البرادي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البرادي. ثانينا والنوماس المركز الثاني عذال بشعار غيرت وفرقت الصفوف، وانطلقت مع المركز الاول محمد بن راضي بن سماح العنسي العنسي، شوشره وغندوره غندوره وشوشره، الامتار الاخيره ابناء المملكه العربيه السعوديه مع شعار العنسي مع شعار العنسي. من سبب الشوشره؟ من سبب الشوشره؟ مع شوشره شوشره النوماس النوماس الى ابناء المملكه إلى أبناء المملكة العربية السعودية مع شعار العنسي مع شعار العنسي. محمد بن راضي بن سماح العنسي، سلام يا العنسي سلام. تهانينا والنماس لمالك شوشرة محمد بن راضي بن سماح العنسي. تهانينا والنماس.
في أقوى المهرجانات الخليجية، ولكن الغالي 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 الغالي، روح روح يا أبو خالد، روح روح إلى الانتصار، روح إلى الإبداع، راقبوا هذا القادم، راقبوا لوسيل 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 القادم لهجن الشحانية، ولكن خلاص 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 خلاص، أنهى الأمور الغالي وانطلق بالمركز الأول عبد العزيز بن معلا بن عليان بن عليان بن عليان، ينتصر ويقدم لنا انطلاقة الغالي بالمركز الأول، يحضر بهذا الإبداع ويتواصل بانطلاقة المركز الأول عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي المركز. الأمتار الأخيرة ما بين الريم وما بين الذيبة، ولكن الذيبة بشعارك يا عبد العزيز، يا بسيف يا بن علي يا الكتبي، بدون أي توامر بدون أي تعديلات، العصا تسلم على الغارب الأصيل، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الانطلاق، على هذا الإبداع، على هذا العطاء، مشكور يا بن كليب من قدم لنا شعاره وطار بالنوماس الى ابناء دولة الامارات، مشكور يا ابو سعود على هذا الابداع، عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي غادر بهذا النوماس، هذا الشعار اللامتألق دائما وابدا. المركز الثاني وصلت الأخيرة والعصاف الأبطان، يتقدم وينطلق سلمان بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي ليمثل أبناء المملكة، سلام يا أبناء المملكة على هذا الفوز والانتصار، خزام بطل الشوط الثامن في هذا المساء الجميل والابتعاد الكلي عنه وعن غيره، تهانينا وألف مبروك يا مالك خزام، وهذا الابتعاد الكلي عن بقية المراكز دون أي منافس، سلمان بن محمد بن بيشان بطل الشوط الثامن في هذا المساء، قدم لنا خزام لينتزع النوماس والعصاف الإبطان بدون أي توامر تذكر، تهانينا يا بن بيشان، تهانينا يا مالك خزام على هذا النوماس المسائي الجميل. بن سويلم الله الله يا سلام، اليوم حتى هذه اللحظات مع الانطلاق الاول بدون اي اوامر ولا تعليمات، لكن تحركت تحركت اليوم تحركت اليوم، ولكن وصلت وصلت الشايبه الشايبه اليوم الشايبه، ولكن الشايبه حتى هذه اللحظات ما بين اليوم الشايبه الشايبة اليوم الله الله، ولكن الشايبة المدهوشي سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم ويقدم لنا شعاره، سلامي عليك يا المدهوشي من قدم لنا الشايبة بهذا الامتلاك. بشعار سلمان بن محمد بن فهد الرزق العجمي انطلق الى النوماس الى الانتصار الى ابناء جودة ابناء جودة شعوان على المركز الثاني، ولكن ولكن جل همك جل همك وفي رصيده رمز يا اخواني، جل همك يا بن بشار في رصيده رمز، سلام سلام يا بن بشار، سلام سلام من أبناء جودة، السلام إلى شعار سلمان بن محمد بن فهد الرزق العجمي منتزعا وخاطبا نوماسي هذا الشوط، جل همك يا بن بيشار على هذا الفوز والانتصار الجميل، تهانينا والنوماس. المركز الثاني شعوان، شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي. أنا أشهد أن من طرب غنى وغنيت أنا اليوم ترباني، رجل الوطن ما دخر غنى منا منا أن العمر غاني، يا ما كتبنا ولحنا
يحصل.